ونحن على بعد دقائق من بدء الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر للقاء نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. فثلاث سنوات من الجهود الدبلوماسية الحثيثة كانت كفيلة لأن تعود العلاقات بين القاهرة وأنقرة إلى عهدها بعد اضطرابات وتوترات شهدتها العلاقات لسنوات خلت. الآن تعود هذه العلاقات بصفة رسمية ودبلوماسية من الدرجة الأولى بلقاء الرئيسين المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. ففي نوفمبر من عام 2022 وعلى هامش افتتاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر جرت مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتم الاتفاق حينها على تعيين سفراء متبادلين بين البلدين، فيما يعطي إشارة واضحة على تحسين العلاقات بين البلدين. بعدها في فبراير من عام 2023 قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة إلى تركيا، زيارة تضامنية بعد أحداث زلزال تركيا في فبراير من العام الماضي. رد عليها وزير الخارجية التركي آنذاك مولود جاويش أغلو بزيارة إلى القاهرة في رسالة للعالم توضح أن العلاقات المصرية التركية باتت وستعود كما كانت قوية ومتينة ودبلوماسية واستراتيجية. بعدها كان هناك لقاء ما بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خارج البلاد على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر من عام 2023. قبلها بشهرين تم تعيين السفير المصري في أنقرة وأيضا السفير التركي هنا في القاهرة، وصولا إلى ما نحن عليه اليوم من زيارة تاريخية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة لتحمل أوجها عدة من الرسائل الإيجابية في وقت بالغ الدقة وبالغ الخطورة وبالغ الحساسية لما تشهده المنطقة من توترات وتحديات، ولعل على رأسها الأزمة في قطاع غزة وفلسطين بوجه عام والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية. وحيث وطبقا لما أعلنته الرئاسة التركية قبل يومين في جدول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، فإن عددا من الملفات سيتم مناقشتها بين الرئيسين وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأحداث في غزة، وأيضا ملف الأمن الإقليمي وهو ملف ذات أهمية بالغة نظرا للبعد الاستراتيجي والثقل السياسي للدولتين المصرية والتركية. وأيضا من ضمن الملفات التي سيتم مناقشتها اليوم ملف الأمن وهو التعاون العسكري والتبادل العسكري ما بين البلدين في مجال الصناعة العسكرية، وتحديدا من الجانب التركي فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، وفيما يتعلق بالجانب المصري على سبيل المثال للحصر صناعة الدبابات. الملف الآخر والذي يحظى بأهمية بالغة ولم يتوقف على مدار السنوات الماضية رغم التوترات التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو الملف الاقتصادي والتبادل التجاري. لم يتوقف يوما التبادل التجاري ما بين مصر وتركيا، ووصل حجم التبادل التجاري على سبيل المثال في عام 2022 إلى 7 مليارات و700 مليون دولار مقارنة ب 6 مليارات و700 مليون دولار عام 2021 بزيادة قدرها 14%. يأتي على في آخر وهذه الملفات وأيضا من أهمها القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الأزمة الليبية وما يدور في السودان وكل الأحداث التي تمر بها المنطقة. نحن الآن في انتظار
استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لضيفه الكريم الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تحسين العلاقات بين مصر وتركيا له أوجه إيجابية عدة، من شأنه استقرار الأمن الإقليمي في المنطقة وحل عدد من الملفات والقضايا الشائكة التي لا يمكن الاستغناء فيها عن الدور المصري وأيضا الدور التركي نظرا لما تتمتع به البلدان الكبيران من ثقل سياسي وبعد استراتيجي. الآن وصلت طائرة وهبطت طائرة الرئاسية التركية والتي تحمل على بطنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هنا إلى مطار القاهرة الدولي وتحديدا أمام صالة كبار الزوار، ونحن في انتظار هبوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيكون في استقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.